Vi på redaktionen av islam.se är glada att kunna presentera följande av Koranens budskap uppläst av Almin Shavi. Bismillahirrahmanirrahim. Idha as-samaa'un shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يورون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير